رغم مضي 6 أشهر على تحرير ميناء المخا، إلا أن هذا الميناء ما يزال عرضة للتهديدات الحوثية، حيث تم استهداف رصيفه البحري بحسب بيان التحالف العربي بواسطة قارب مفخخ. مطلع العام الحالي تم تحرير ميناء المخا عبر عملية عسكرية أطلق عليها اسم الرمح الذهبي، ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف لتأمين الساحل الغربي من أجل حماية باب المندب الذي سيطر عليه التحالف في أكتوبر 2015. لكن عدم استكمال تحرير الساحل الغربي وفق عسكريين جعل المخا عرضة لخطر التهديد نتيجة استمرار تحكم ميليشيا الانقلاب بالحديدة ومينائها. وتتهم الشرعية والتحالف الميليشيا الانقلابية بتحويل الحديدة كوكر لتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية في البحر الأحمر. يؤكد بيان الميليشيا الانقلابية أنها استهدفت بارجة إماراتية وأنها ستستمر بالتصعيد مقابل التصعيد، محذرة قوات التحالف مما أسمته تحويل البحر الأحمر إلى مسرح مواجهات. ينفي بيان التحالف رواية الميليشيا ويقول إن قارباً مفخخاً اصطدم برصيف المخا، واعتبر التحالف ما تقوم به الميليشيا تهديداً للملاحة الدولية وإعاقة لوصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية. التصعيد مقابل التصعيد لغة الميليشيا الجديدة التي تأتي كما يقول البيان استجابة لدعوة قائدهم عبد الملك الحوثي، وهي دعوة تذكر بلغة المخلوع صالح إبان ثورة فبراير نقابل التحدي بالتحدي. هذا التصعيد الحوثي وفق مراقبين يأتي كنتيجة لصمت المجتمع الدولي على استمرار تواجد الميليشيا قرب البحر الأحمر ولعدم جدية التحالف في حسم تحرير ميناء الحديدة.